الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال مرحبا بكم. كما تشوفوا ربما الجو اليوم الأمطار هذه اللي تفرحنا بالدرجة الأولى، إن شاء الله تكون أمطار خير علينا وعلى الجزائر عامة، خاصة وأنها يعني اليوم بدينا في أول مارس، هو مارس شهر الشهداء، وهذا فعل خير إن شاء الله. طبعا اليوم أردنا أن يكون هذا الموضوع هو مارس شهر شهداء أو شهر استشهاد القادة الشهداء. وبالمناسبة يعني شوفوا هذه السنة أن تجي المئوية تاع استشهاد الشهيد الرمز العربي بن مهيدي رحمه الله، واللي يعتبر أول شهيد يعني خلال شهر مارس اللي كان في 3 مارس أو 4 مارس 1957. طبعا للحديث على هذا الموضوع نستضيف المجاهد عيسى قاسمي وكذلك الأستاذ سي العربي. كان من المفروض أن يحضر معنا سي بوعلام شريفي، ونظرا لظروف خاصة ما قدرش يلتحق بنا، ولكن نكتفي بمداخلتين وربما بعض الإخوة لنفتحوا نقاش فيما بعد. فكما جرت العادة، بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا في هذا المنتدى، والذي يتصادف كما قلت مع أول مارس اللي هو مارس شهر شهداء. فقدنا فيه العديد من القادة. طبعا الشهيد العربي بن مهيدي رحمه الله في 3 أو 4 مارس 1957، الرمز القائد الرمز مصطفى بن بلعيد 22 مارس 56، العقيدين لطفي والرائد فراج طبعا في 27 مارس 60، وكذلك العقيدين المعروفين عميروش الحواس في 28 أو 29 مارس 59، وكذلك العقيد علي ملاح في 31 مارس
57 إضافة إلى مجموعة من الرواد، الرائد سيل أخضر مقراني، الرائد بن بعطوش، الرائد عدة بن عودة، الرائد زغلول، الرائد بن بعطوش، الرائد قويس بن عبد الحق، كل هؤلاء ربما كرموز من الشهداء والقادة الشهداء الذين استشهدوا خلال شهر مارس من عدة سنوات. وكذلك ما ننساوش ربما المحامي الرمز علي بومنجل، 23 مارس، سيد 23 مارس 57، وكذلك الأديب رضا حوحو والأديب مولود فرعون. هؤلاء كنشوفوا هؤلاء من الكوكبة الذين سقطوا أو استشهدوا خلال شهر مارس، فاليوم حبينا ندير لهم وقفة لهم جميعا تخليدا لهم ولروحهم الطاهرة. فهي مناسبة أولا لنستضيف المجاهد سي عيسى قاسمي، وكذلك الأستاذ سي العربي اللي فعلا راح يديروا مداخلة، ولكن ما نعرف السيد الرئيس المدير العام لجلالة المجاهد انشغالات، نخليوه يبدا. تفضل تفضل سيد المدير. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أنا سعيد جدا بوجودي معكم في هذه الصبيحة المباركة في أول شهر مارس. نحييكم بكل احترام ونشكركم لراكم تحضروا في هذه الندوات، ندوات اللي تفكر بالثورة، تفكر بالتضحيات وتغذي الذاكرة، لأنه بدون ذاكرة، بدون تاريخ، بدون أننا نتفكر تضحيات الأجيال، لا يمكن للأجيال الجاية أنها ترفع رأسها وتتحرك وتواصل الكفاح، تواصل الكفاح من أجل بناء الوطن. أنا في الحقيقة نصرحكم في هذه الصبيحة، ما عندي مدة تقريبا مانيش نخرج كل صباح على 8 ولا على 7 ونسقم ونجي خارج. اليوم الصبح عندما كنت خارج بديت نتحرك وحففت وقال لازم نمشي لصحابي، شوفوني شباب، شوفوني كذا، ونتحزم ولا سنتور وكذا، نربط والبرد برا. وهذيك المدام تاعي وتشوف 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 حتى خلاص باش نخرج. قلت لها ابقى على خير راني من بعد. قلت لي وراك رايح في هذا البرد؟ قلت لها رايح نواصل الجهاد. قلت لها رايح نجاهد، ما على باليش الكلمه جات. قالت لي اذا كان باش تجاهد الله يسهل روح، جو توتوريزي يعني. يعطيها الصحة. صح فوالا. دونك فحدة غير ذكرت كلمة الجهاد قالت لك يا روح. شوف سي محمد، دونك الجهاد هو اللي يحرك الشخص ابن الجزائر اللي مامن بالإسلام ومامن بالوطن، عندما تقول له يلا للجهاد ينوض ويغمض عينيه ويمشي. احنا في شهر مارس، في بداية شهر مارس، لو برومي مارس،
شهر مارس بالنسبة لنا ك ك ك شهر مارس سي لو ديبي دو ربيع، هو بداية فصل الربيع. فصل الربيع احنا نشوف الآن حقول القمح والشعير والزرع، والحمد لله انه المطر والصب بالكفايه ان شاء الله انه يكون عام صبا وعام خير. نتمنى لكم كل خير للجميع. هذا شهر مارس سي محمد سبق وقال شهر الشهداء. شهر الشهداء وانا نسميه شهر الورود، شهر الورود باسكو ربيع سوسون سي لي فلور سي لي سي لسبوار لسبوار. من بعد تجي الصبا نتاع الصيف نحصلو. انا بن فلاح عندما تسمعوا الكلمات هذه مني افهموها باللي هذا يحب تراب، يحب زراعة، يحب حريران، يحب سعمدين. تعرف حريريران؟ حريريران بالنعمان سكور كليكو روج. عندما تشوف لي شون دو بلي معمرين سي لو بونور. دونك هذا شهر الربيع شهر مارس نقولوا سي محمد قال شهر الشهداء. احنا 18 فيفري احتفلنا او حيينا يوم الشهيد، يوم الشهيد، يوم الشهداء 18 فيفري اللي يرمز الى 15 17 16 فيفري 18 فيفري 1947 عندما انشئت المنظمه السريه، المنظمه الخاصه اللي نسميوها منظمه سريه لوس 1947. دونك 18 فيفري يرمز الى 15 16 فيفري في الاجتماع. عمي طاهر يكوني تو سا لي شيف. لكن السؤال اللي انا نحب نطرحه، ذكر الشهداء تاع مارس، اسكو ذكر كل الشهداء تاع مارس؟ اسكو يمكن لنا اننا نذكر أو نورد قائمة كاملة للشهداء تاع مارس اللي ماتوا كلهم في شهر مارس؟ يا ترى احنا قادرين باش نعطي عدد؟ اسكون بو دوني ان شيف تاع تو لي مارتير تاع شهر مارس؟ اسكون بو؟ اون بو با. لماذا؟ وانا في عقليتي وفي اعتقادي وفي في تصوري عندما نتكلم على الشهداء جو نبار با دو الشهداء نتاع 1 نوفمبر 54 3 جويلي ولا 19 مارس 62. جو بار دو تو لي ماتير دو 14 جوان de معركة ستوالي جوسكا مولود فرعون لو 15 مارس 62 باش نتكلم على ان شيفر. اسكون بو دوني ان شيفر؟ سي محمد اسكون بو، انت راك مجاهد، راك مدير عام المجاهد، اسكون بو دوني ان شيفر؟ اكزاكت اكزاكت de tous ces millions de martyrs qui sont morts. هذا سؤال il faudrait qu'on en on échange fait. Est-ce que nous pouvons dire سنهم quel est l'âge de ces hommes qui se sont sacrifiés pour leur pays؟ نذكر سنهم، نذكروا سنهم، نذكروا يعني سجلت هنا 22 مارس 56 بن بولعيد، بن بولعيد زعيم
زعيم كبير بالنسبه لنا يفوت دوغول. الى في 37 اليوم عندما قلت لبني هيا 37 هيا نزوجوك دير دار قال جو سوي انكور جو. وفي بالكم انا 37 نتاع البارح نتاع الثوره ونتاع اليوم ماشي كيف كيف. 26 مارس 56 26 مارس 56 هذه ما ذكرها سي محمد. دبوج فاطمة من الدشرة تاع بوبركة في بلدية توجة بلدية اللي أنا مولود فيها 18 حاملة من شهور أنسنت 8 mois رجلها مجاهد سي عزي يعرف سي محمد عرب دبوز يجي لك ليوتنان سان سوك ماشي سان سوك المجرم يتبع الباب تاع دارها يقول لها وراها رجلك المجاهد. قالت له رجل مجاهد واقفه في الساحه نتاع الدار واقفه وعارفه واش كاين في كرشها وعارفه كل شيء. قالها وي تون ماري سي با لا بروميير فوا لي يجي هو سي ميم با ان كيلومتر ودمي من 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 لا كازير. قالت له تعرف كلمات فرنسويه ولكن تضرب القبايلي. قالت له ها باش ارغازيو راجلي اسقل جي بيو انا في كوم سا وما على باليش الروبا تاعها نتاع جيب ولا ما عندها. قلت له هو هنا إلي لا تي بو تشيرشي وانت عارف باللي راجلي راجل راهو لهي يعيط لاسيستون تاعو يقول له سامحني اسيستون تي با لاسيستون دو مجرم تي ان كرون مسيو. قالت له يعطي امر لهذاك سي محمد يكوني ليستوار هذاك لاسيستون تاعو الى في ان بيدون دو ديسونس رفد هذاك البيدون نحى البوشون فرغ لها على راسها الى مين ريمات اي سي دوفوني اون تورش اون تورش في وسط الساحه لو بيبي لا كي تحطت في الارض يلوي من برد على تيت لو ليوتران هذاك سان سوك مارسيل سان سوك وداروا له عندما داوه دفنوه في بجا فو سافي داروا له حفل داروا له ميدا ميليتير بيان سور وكذا داروا له حفل كانه الى غاني لا باتاي دو فيردان ولا هذا المجرم نقص المراه بابات المراه جاي سمع رصاص اللي تي اكوتي باسكو اون فامي انصومبل دبوج حمو باباها دبوج محمد عرب راجلها يخرج افيك سون بيرو شواش تاك الي مور يخرج وليد عمها من هي اللي تي هاي الشهادة وهذه الصورة نتاع فاطمة دبوج ضربها على ألوف يفو لا ملتيبلي بار دي ميلي دو فام ألجيريان شجعان افيك لور فوار فهذه الصورة 18 ans. Brahmi Majid. Bessah, hadak al-mujrim.
خرج من الدار، خرج من الدار من لا سين دو كريم وين قتل، خرج بدا يمشي 50 متر 50 متر. هذاك راجل اللي يحوس عليه شاف لا باتروي كي جات، شافها اللي تي ان فاس لا فوري، عارف باللي جاي يدير المجيب، يطلع فوق الشجره تاع الزيتون هو وعمي سعيد جو سيت دينونس عماد يعرفهم كامل، سعيد دبوز من لا من فامي، واحد عرب دبوز مخلوف في طاهر محطه، طلعوا فوق الزيتونه لو ليوتنا الى ريف يحبط ليكيدي افيك سي اسيستون، بقى واحد هرب راح وصل لكازيرنا قال له واش صرا، لو فيلاج ايتي برولي لا نوي ايلو انسيركلي، حرقوا تو الفيلاج، هاي الشهداء 14 مور، واللي يحب يهرب من النار يزيدوا يتيروا عليه. في هذه المعركة، في هذه المعركة بالذات ان جون دو 17 واسمو ابراهيمي مجيد كي تي او ليسي او كوليج تكنيك دو كوليج مودير دو بوجي 17 سنة، il était en troisième، il était presque l'année du baccalauréat، كان في داره، il a été asphyxié، il est mort، il est mort هو وباباه وإلى آخره. Et c'est ce jeune Brahmi Majid il est راهو مذكور في l'appel du 19 mai 1956 تاع l'UGMA aux étudiants باش يديروا لا غريف ويقولوا فيه. الان اذا كان تشوف المثال تاع نوتر كوليغ نوتر كامراد بلوتو مجيد ابراهيمي برولي فيف دون سون فيلاج، واش بقى لنا حنا نكملوا القرايه ولا نواصلوا ف لا غريف اي مونتي توس او ماكي سي ابراهيمي مجيد اللي سيتي في هذاك المذكور في هذاك لابيل du 19 mai 17 ans. ذكر إذا ذكر ذكر بومنجل ذكر ذكر بن مهدي سي العربي بن مهدي نذكروه فقط هكذا نذكروه باسكو سي ان اكزامبل لي فرونسي يزوخو ب بلور تيوريسيان دو لا ريفوليسيون دو لا ريزيستونس بلوتو تاع لي فرونسي لور جون مولان يذكروه يذكروا جون دارك تاعهم يذكروا لا ريزيستونس وزخوا بها وكتبوا الوف تاع كتب عن الثوره الفرنساويه. حنا قرينا الثوره الفرنساويه، لو كان نقارن الثوره الفرنساويه الثوره الجزائريه كاين وجه المقارنه؟ ديت موا هيا قولوا لي كاين وجه المقارنه بين الثوره مقاومه شرسه 132 سنه تاع حرب. هاوليك هاوليك جو موند هاوليك كتاب جديد اللي راح اللي راني مخرجو هاوليك هنا الجيري فرانس 132 زون دو كونفرونتاسيون امبلاكابل جو فولي ميتر 132 زون دو غير، هي في الواقع 132 سنة تاع حرب ولم تتوقف ولا يوم واحد. هما يزوخوا بلي باسي صاي راهم شعب يحبنا وكذا، ولكن شعب عمره ما حب فرنسا وعمره ما رضخ لفرنسا. إذن عندما نذكر فقط العربي بن مهدي إلى باسي من مواد il a été arrêté 27 ou le 23 février 23 février et il est mort le 3 ou 4 mars. على بالكم عندما نتكلم على سي بن مهدو كيفاش تقبض واش داروا هاد لي طرش باش قبضوه باش الحي اللي داروها باش قبضوه باش استعملوا توت لا بسيكولوجي دو موند
لو كابيتان ليجي وكاب ترانكي وصح، واش داروا باش قبضوه؟ وعندما جا في يدهم كومون ايزون في بور لوي بور لوي اراشي، لاخاطر عارفين هو روح الثوره، هو سي لام دو لا ريفوليسيون، سي لو حكيم دو لا ريفوليسيون. عندما بداو يحكيو معاه حاروا، قال هذو اللي نسميهم لي فيلاكا لي روبيل لي شيان لي حلوف لي فلوس لي كذا، عندهم رجال كيما هذا. كانت ايزون كومونسي ا ديسكوتي مع بيجار اي كومباني، اي سو سون ريتروفي افيك ان هوم كي لي ديباسي، اللي كان فاتهم بكل. ils ont essayé de lui arracher des informations. وسي بن مهدي كان تكلم وتكلم وقال بعد ما هذا الفدائيين اللي قبضوهم ولا التورتور وكانوا عطاو تعليمات، قال لك ما تمدش معلومات، على الاقل ذنت كارت حب طول شويه يوم يومين باش لي كاشي تو سا. سي بن مهدي قال لهم جو سويتري اتر تورتوري، حبيت هذا الفدائيين اللي تقبضوا اي كومون ايزون ريزيستي، ما جو فودري لو فير ليكسبيريونس دو سا. إلا في ليكسبيريونس، إلا في ليكسبيريونس. اسكي لو راكونتي لا ريفوليسيون كومون؟ ما كانش حكم معاهم السياسة، قال ولا قال التيار تاعكم ils ne valent pas nos couffins. Parce que c'est ce qu'on nous a laissé pour combattre. يعني المثال تاع العربي بن مهدي، عاودوا قراو قراو يذكوريير وقراو وساريس وقرا بيجار. بيجار الى يكري 5 و 6 ليف على غير دالجي، قراو واش هضر على بن مهدي. دونك il fallait le liquider. وكلفوا هذا. ما تقولوش بلي وساريس لا توي لا 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 يترانغلي وحده خدا قرار. سي توت لا شين تاع تاع القاده الفرنساويين العسكريين والسياسيين كانوا متواطئين، كانوا عطاو الاوامر باش بن مهدي. باسكو الاستعمار الفرنساوي غبي غبي، سي دو لا لاشتي mais aussi c'est de la stupidité en pensant كانوا يفكروا باللي عندما قضاو على بن بولعيد لا ريفوليسيون فصارت اي سي باريت، يقضيو على بن مهدي لا ريفوليسيون ne s'arrête pas parce que la révolution a été prise entre les mains du peuple. وسي بن مهدي قال لي ودي اوضعوا الثوره في الطريق في الشارع يختطفها الشعب، عندما اختطفها الشعب سي فيني، الشعب يمد. مات هذا جهل. نتفكر نتفكر يوم 29 مارس 59 وانا نحكي و فكري راهو يرعى هنا و مع سي عبارجي مع سي عبد المجيد مع سي محمد مع عمي طاهر اي تو الموند. ما نقولش هذيك الكلمه ولا ما نقولها، سي عبد القادر وخلاص. بيان كو لوي عندما تقولوا شكون انت يعرف واش يقول، مي كي يقول لها هو خير، كي نقول لها انا نو تو بو دير. انت في الطوره واش كنت؟ بمعنى حبيت نقول فقط سي محمد عندما يشوف هذوك لي جون ايميغري في الكتاب نتاعو تكلم
لي جونز ايميغري الله الله عليهم 22 24 24 عائلته راهي في بلاد في كاش جبل هي سا فام سي زانفون il est dans un café il vient il le mitraille il l'emmène هذا الشهداء هذو c'est cela que nous devons dans notre esprit سعد مجيد عزي يعني نسميه طبيب الولاية الثالثة il était infirmier en chef il a géré un hôpital comme directeur comme médecin comme sous-médecin chef médecin infirmier هو كلش هو مدير المستشفى هو الفرملير وليد il a fait des opérations il a soigné des gens avec des lames gilets et il a coupé la viande avec des lames gilets il a assisté à des gens qui soignaient ils meurent ils moutent ça m'a dit كاين اللي ما تبين يديك ولا لا وعندما يتنفس اخر نفس واش يقول لك سعد مجيد واش يقول لك يقول لك تحيه الجزائر مو جو مور بصح انا عارف ومؤمن ومتيقن باللي لاجيري فا être libre parce que j'ai fait tadhiya. Les noms, il y en a. Les noms, Hamana, les noms. J'ai mon frère Mouloud qui est mort le 6 mars. 6 mars 1958. Moudjahed, il a été surpris. Il a été surpris. قدام يماه قدام خاوتو كذا لورسكو خرج دم فمو قال لليوتران كي قال يا ودي جيبوا لنا كاس ما عندكم موليس باش نديوه نداويوه رفد صباعو الور كي ليتي مور خلاص اي اخر كلمه قال ما تداويونيش لليوتران قال لي انا قال لي فوز افي امولي قلت له وي قال يجيبو نديوه نداوي واسمع هو إلي ريفوني دو فرانس أن ألجيري بور مونتي أو ماكي قالوا نو قالوا جي با بوزوان ديتر سواني باسكو جو سوي سورتي أو ماكي بور أفوار دو شوز لا فيكتوار سور لا فرانس أو لا مور شاهي إي جو تروف مون كونت أفيك لا مور Je vais faire une petite conclusion. صالح ولد داوودية علي حموتان اي دو زوتر ليبيرو الاسماء يا موجودين مارسيل باسي ماكس مارشان روبير اينار دي ليبيرو فرونسي عندما تقرب انت باش تقتل المولود فرعون سولا فو دير كوا سولا فو دير حاجة قال ألان دو سيريني هذاك اللي كان مدير جريدة ليكو دالجي واش كان يقول؟ قال شوف قررنا نو زافون ديسيدي لو اس دو لو روندر لالجيري كوم اون لا ليسي كوم اون لا تروفي ان 1830 بمعنى اللي قريناهم وخرجناهم معناها الرجال مولد فرعون كومباني اون فا توس لي توي باش عندما يديو الاستقلال يتروفرون با كيلكون كي فون كي فا لو ريكري دي مو لا كونكلوزيون تاعي او الخلاصة هكذا حنا الآن
سي محمد دوبوي ماتان كومبيان داني سي توبلي قول لي برك شحال من عام وانت في 25 سنة مشعل الشهيد وشوف المهمة المهمة العظيمة اللي راهو يقوم بها بفضل تعاون مع جريدة المجاهد. راني نتكلم مع المجاهد من قلبي وانت راك تسمع سيد المدير العام مجاهد وتاريخ المجاهد. انتم هايلك 25 عام وانتم تقوموا معاهم باش لماذا؟ باش ما ننساوش الشهداء اون دو مو ما نساوهمش باش سي بور رموي لا ميموار لا رموي باش لا ميموار تنجم تتحجر ثما وتجمد وخلاص باش لا نيست لا لا لامنيزي 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 هي سي لا مالادي نتاع النسيان راهي تعس فينا كل يوم هاي تقابر فينا فيك اتولي فيراج باش ندخلوا في لامنيزي اللي يقراو يتابعوا يشفاو على واش قال برنار كوشنير عندما صار كلام وكذا واش قال؟ قال شوفوا مع هذا افيك لي زراب هادو لي زراب انتر كيمي مع لي جزائرية مع الدولة نتاع اللي راهي مقابلتنا اللي هي في وراء البحر ماناش رايحين نترنجو خلاص ماناش رايحين نمشيو مع بعض خلاص وانت رايحين نمشيو مع بعض وانت هذا برنار كوشنير كان وزير الصحة يتميز لا سانتي في هذاك الوقت نعم قال لورسكو تو لي سالوبار دو اف ال ان سورون مور عندما جميع اللي كانوا شاركوا في الثورة تاع صح ماتوا هذاك الوقت نمشيو مع فرنسا باسكو الجيل اللي جاي موراهم يسيرون اتان دامنيزي يضربهم هذاك المرض تاع النسيان يفون اوبليي لي كريم دو لا فرانس اذا تفكروا الشهداء Nous allons, nous, on est en train de remuer la mémoire, de la vivifier, de la rester vivante. Et je crois que cette mission, il y a un mergen et comme bien. L'Ikitbo, c'est un majid Azzi Kataba, Kotob, Kafira. Tout ce qu'il connaît sur la révolution, ce qu'il a fait, c'est Mohamed. Rafir Kitab. اكتب وان شاء الله مازال يكتب اسكو سا سوفي انا هذا هو السؤال وهذه هي لا كونكلوجن تاعي في تصوري سؤال دائما يدور في راسي سي كوا Est-ce que, c'est Mohamed, est-ce que ton sonna, est-ce qu'on a réussi, nous, les Algériens, Jilly Fett, ou Alakin Jilly Jay, les historiens, surtout les jeunes, est-ce qu'on a réussi à analyser, à capitaliser, n'hatto, نوار سور بلان اخلاقيات فوالا لو مو اخلاقيات المجاهدين اخلاقيات سي كوا سي لي فيرتو دو لا ريفوليسيون كيفاش كان المجاهد
اللي يصبح شهيد واللي حيا بعد الاستقلال كيفاش كان يتعامل مع صاحبه. لو كومبورتمون دي مجاهدين لور انتيغريتي لور انتيغريتي. Est-ce qu'on a réussi à capitaliser tout ça باش نعقبوه الجيل اللي جاي؟ يسوفي با نقول لهم هاي لا ليست دي مارتير. صح اون فالا ميت لا دا او فلان مات مات مات. Est-ce qu'on peut pas réussir autre chose مادام مازال بعض المجاهدين ils sont pas nombreux maintenant. Dans quelques années, 5 ans, 6 ans, maximum 10 ans, il ne restera pas. مابقاش ولا واحد. Est-ce qu'on a réussi باش نحطوا أخلاقيات الثورة مش لو كوراج دي زوم اي تو سا دي فام لي سوفرونس وكذا اون لي مي مي كيفاش انتصرنا على فرنسا؟ كيس سون لي كاليتي اللي خلونا ننتصروا على فرنسا باش ننتصروا عليها اليوم وننتصروا ببناء الجزائر؟ بوركوا اي كومون كومون ما جو دي سانسير في 56 تفكروا 56 دونك سي لاني كروسيال تاع الثوره سي لا دي دو مؤتمر سومام سي لاني اللي مات فيها بن بوعيد سي لاني يعني تاع انطلاق الثوره كما لازم. Je rencontre un groupe de moudjahidine chez nous à la maison. La plupart, on les connaissait, Oulid Ali, Oulid Ahmed, Oulid Fulan, Oulid Fulan. Ils n'ont jamais été à l'école. Les rachouls l'école n'a arfouhom krenama. Mais lorsque je les vois, بعد عام, بعد نطلعو, décembre 55, 7 janvier 56, je rencontre avec les Narvo. Oulid Fulan, on le connaît. Ils étaient transformés. Mais je sais le sentiment de Madi qui a fait le maquis. Ou le flakasba. Avec le fidaïen. Les canaux mounharifir. Rajou. Quelle vertu. Yani kifash subhou. يتحركوا كيفاش يتحركوا مع المال مع الدراهم كومون لور نيت يكسبوا مدين. قال هذاك الجندي خرج من تبسة المغنية والشكارة تاع المال تاع الدراهم عندما حطها وحسبوا لقوا فلس واحد ما راكم عارفين بالي وين راه رايح بهذا الكلام. Est-ce qu'après l'indépendance, on a suivi ou on a été guidé par les mêmes vertus? Les mêmes vertus. L'inkul fuh muhimma ikum biha. On se met wazir. On a été drahm ou un crédit, un budget. Bachi sarfoul ibn il bled bi. Donc, la conclusion, Thierry, c'est il faut arriver à la Tomoh, Amali, mon espoir, mon vœu, et qu'on arrive, les générations lidaïnites, c'est bien, Walakin, il se pose la question, comment les shuhada, que le général de Gaulle appelait les malheureux, analphabète, les misérables analphabètes, Oslo l'Evian, les théoriciens français, Louis Jox ou Rebato, et Djihom, si Mohamed Ben Yahya ou Saad Dahlam, et Kabloum, tête à tête,
en face, les yeux dans les yeux, يقريوهم في القانون، يقريوهم في اللغة الفرنسوية، يقريوهم في 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 السياسة حتى اختلعوا ال سي مون فو. إن شاء الله إن شاء الله أبناء الجزائر تاع غدوة يعرفوا بلي سي تانجيري سي ان بيجو، سي ان بيجو اللي كنحافظوا عليه كيما مو العين اي اون لو كاريس تو لي جور. السلام عليكم. شكرا للاستاذ المجاهد عيسى قاسمي. فقط احنا الاسبوع اللي فات كنا في معهد السمع البصري تاع ولاد فايد، كان عندنا لقاء مع المجاهد سي محمد صغير بالاعلام، وكان لقاء يعني مباشر يعني سؤال جواب، وكان فعلا يعني خرجنا مرتاحين لان لقينا بعض الاسئله وبعض الاجوبه مع طلبه الشباب تاع معهد التكوين المهني. سي عيسى طرح عدة أسئلة، هل نقدروا نوفقوا ولا ما وفقناش في تبليغ رسالة الشهداء؟ نقدر نقول هنا في هذا المنتدى الحمد لله العديد من الشخصيات التاريخية فاتت هنا. الشيء الحاجة المهمة بزاف هي أن كل الأمور مسجلة وهي محافظة، ربما في وقت من الأوقات راح يحتاجوها ناس اللي هم اولى راح يستغلوها، لان هذا العمل هو الجزائر. المجاهد تبقى دائما رمز تاع التواصل تاع الثوره وتاع الجريده. وان شاء الله قبل ما نحل الكلمه لسي محمد سي العربي، الاسبوع القادم تعرفوا بان السمانه الجايه 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة. احنا حبينا ما ندولهمش النهار تاعهم، راح نكونوا يوم 7 ان شاء الله يعني يوم الثلاثاء. تعرفوا باللي في 74 كان احدى في 7 وفي 8 مارس كان صرا حادث مأساوي، هو تحطيم طائرة اللي كانت تنقل حوالي 15 صحفي ربي يرحمهم. طبعا من بينهم يعني مجموعة كبيرة كلهم توفوا. كان سي الأحول اللي كان كاميرامان في التلفزيون الجزائري واللي جبناه لهنا دارنا شهادة في الموضوع هذا. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم راح نوقفوا وقفة عرفان وترحم على هؤلاء الرموز تاع الإعلام الجزائري اللي هما استشهدوا في مهمة وهم شهداء الإعلام، يعني نقدر نقولوا شهداء الإعلام ومن كل الوسائل الإعلامية في هذاك الوقت. يعني باه تفقد مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في وقت هذاك، يعني نعتبرها كارثة طبيعية اللي كانت صارت في 7 و 8 مارس بالفيتنام. وراح يكونوا مجموعة من الصحفيين، كنت نتكلم مع السيد الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد، إن شاء الله راح يكون معنا أحد السفراء تاعنا في الفيتنام اللي في السنة اللي فاتت يعني جاب لنا إنستال اللي عملوها في فيتنام. نتمنى وإن شاء الله إحنا كذلك يكون عندنا في يوم من الأيام تكون عندنا معلم ترحما على هؤلاء الشهداء. طبعا نخلي الكلمة للأستاذ سي محمد سي العربي ليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي محمد، شكرا لجريدة المجاهد المجاهدة، لأن جريدة المجاهد كانت أيام الثورة. ولو نتكلم عن دور جريدة المجاهد في تحرير البلاد ربما نجدها قامت بدور إعلامي كبير لا يقل أهمية عن دور حمل السلاح. فالإعلام سلاح أيضا، وكانت جريدة المجاهد فعلا في المقدمة، مقدمة وسائل الإعلام في
الثورة الجزائرية ولو أنها كانت خارج الوطن. شكرا لها. في الواقع سي محمد لم يطلب مني التدخل في هذه الجلسة الكريمة، فجاءني فقط الآن عندما التقيته وقلت له ماذا أقول، لأني لم أحضر نفسي للمناسبة، لكن ألح وهأني أمامكم أحاول أن أتكلم عن شهر رمزي وطني، وهو شهر مارس، أو كما نسميه شهر الشهداء، وهو حق عن حق وجدارة. فشهر مارس هو شهر الشهداء الذي سقط فيه رجال أبطال مجاهدين، لازلنا واليوم نحن نحيي ذكراهم. رحم الله الشهداء، شهداءنا شهداء الثورة التحريرية. عندما نقرأ عن الثورات العالمية عبر التاريخ قد لا نجد ثورة مشابهة لثورة الجزائر، من حيث التضحيات، من حيث المبادئ الثورية النبيلة. البعض يقارنها بثورة البيتنا فقط، ليس هناك ثورة عالمية أخرى يمكن أن نقارنها بثورة الجزائر، ونحن نفتخر بذلك ونزيد افتخارا عندما نكون خارج الوطن، عندما نكون في بلدان أجنبية أخرى يسألوننا عن الجزائر وتاريخ الجزائر، نلتجئ إلى الثورة وبطولتها ونتكلم مع الأجانب بكل افتخار واعتزاز. اليوم إحياء ذكرى شهر مارس، الجزائر عندما قررت إدراج هذا الشهر وسمته بشهر الشهداء على حق، هو في الحقيقة رسالة نوجهها لجهتين، جهة مستعمري الأمس الذين نكلوا بالشعب الجزائري فجهلوه وقتلوه وعذبوه طيلة قرن وربع قرن من الزمن، وأنا كما يقال أعوذ بالله من قولة أنا عند الاستقلال كان في عمري 13 سنة، وبالتالي عشت جزء من أيام الثورة، خاصة في سنواتها الأخيرة كنت أعي ما يجري. وأنا هنا لست هنا لأتكلم عن نفسي، ولكن يشهد الله أني كدت أن أكون ضحية لجنديين مغامرين فرنسيين، لولا أن نجاني الله سبحانه وتعالى في آخر لحظة، فظهر هناك شخص ثالث جزائري كان يتعامل مع الفرنسيين، فعندما رآه الجنديان أطلق سراح والحمد لله. إذن فرنسا عذبتنا، فرنسا نكلت بنا، فرنسا جهلتنا، ولولا مثل هذه الذكريات التي نتذكر فيها هذه المرحلة حتى لا ننساها نحن ولا ينساها الأجيال وتنساها الأجيال كذلك المقبلة. فماذا أقول؟ شكرا لسي محمد على هذه الدعوة، وشكرا لكم جميعا، وأعتذر لأني لم أحضر الكلمة. شكرا. على كل حال باه نوضحوا برك، كان من المفروض يحضر معنا سي بوعلام شريفي مجاهد حضر الموضوع، لكن لظروف صحية ما قدرش يلتحق بنا،
ولهذا طلعنا سي العربي ما لا الحاح. لا احنا قلنا استاذ شارك معنا حتى ما تكونش مغالطات ولا ما لحينا ما وسينا. قلنا له تشارك معنا مرحبا كما كنا نقدروا نقولوا اي واحد. كان في خلل سي عمي بوعلام شريفي حضر ملف ما قدرش يجي. كل واحد يقدر يواسي. ولهذا باش تكون الامور واضحه وضع الشمس. مانيش عارف اذا كان فيه نقاش وربما اضافه او الاخر او نختم هذا اللقاء الكلمه للاخوه الحضور. تفضل اعطيوها ميكرو اللي حاب يطرح سؤال. تفضل. شكرا سي محمد عباد وشكرا للاساتذه المحترمين سي عيسى وسي العربي. سي عباد اذا كان تسمح لي فيما يخص اتدخل كلمتي فقط لا من اجل المحاضره ولكن فيما يخص اللجنه الولائيه المكلفه باحياء الايام والاعياد الوطنيه والمناسبه التاريخيه لولايه الجزائر. هنا لولا جمعيه مشعل الشهيد وجريده المجاهد لكانت الذاكره تروح لكن اللجنه الولائيه المكلفه باحياء الايام والاعياد الوطنيه والمناسبات التاريخيه على مستوى ولايه الجزائر راهي المستوى تاعها هبط بزاف. بغض النظر على ان كان يسيرها اطار في المستوى اللي راح بعد التقاعد. اليوم اصبحت اللجنه وبالرغم من انني امثل الجمعيه وكنت امثل تاع ابناء الشهداء اللجنه الولائيه اليوم اصبحت نمثل اللجنه ممثلا عن جمعيه مشعل الشهيد. نطلب من السيد الوالي المحترم التدخل من اجل اصلاح اللجنه وشكرا. بارك الله فيك. على كل حال هذه ماهيش المكان تاعها. ان شاء الله اذا حب توصل رساله في جانب واحد اخر ولكن اعتقد بان النشاط متواصل. تقعد اللجنه كل واحد يدير خدمته ان شاء الله وكل واحد قضيه تاع ضمير كل واحد وضميره. تفضل اعطيه ميكرو لعم طه. على كل حال شهر الشهداء هذا ما كانش لي احنا بكري يعني في الاستقلال ربما ماشي شهر الشهداء في ذاك الوقت حبوا يقولوا شهر العقاده. شهر تاع الاخر لان بدينا بالعقيد في مصطفى بن بولعيد حتى يعني الاخر تاعو 23 27 فيه يعني الاخر ثم سي العربي بن مهيدي يعني 28 مارس. انا ماذا بيا ناكد على ماشي 29 مارس 28 مارس 28 مارس يعني العقده سي عميروش رحمه الله والحواس هذو اللي استشهدوا في جبل سامر سايتي ل 28 مازالوا لي دوكيومون نشوفوا دوك لي جورنو هنا نلقاو لو 28 مارس وكان رمضان يعني في الاخر يعني نشوفوا يعني الاخر الثاني 27 مارس يعني لطفي 27 مارس 1960 العقيد لطفي والرائد فراج يعني هذا في جبل بشار نشوفوا يعني حتى يعني ان غراد موان يعني كما الاخر لي كوموندون ميليتير كما 5 مارس واسمو 5 مارس سي الاخضر تاع الاخضريه باليسترو سابقا نشوفوا زغدود نشوف يعني بن باطوش هذوك اللي كانوا عندهم كراد كوموندون ربما سي قاسمي ثاني عنده الحق دوك نهضروا يعني الاخر لماذا ما يكونش ثاني نحكموا على مارس واسمو سي محمد بوكرا يستشهد لو 5 مي على هذو ثاني ما يكونوش شهداء عقداء يعني صرا يعني الاخر لان القياده في ذاك الوقت قال شهر العقداء ما كانش غير العقداء. ربما نشوف انا حتى عندنا لعاب في المولوديه بكري واسمو بوحيرد 12 مارس عزوج تاع الصباح او سي عربجي يعرف ولو كان في الحبس
يعني نشوفوا بي دي جي هذا وين الطريق الشارع هذاك وين تستمعوا الستة يعني تعالى يعني شهر مارس ربما احنا نقدروا كل نقولوا من اول نوفمبر الى 62 حتى 19 مارس ولا حتى 3 جويلية وان شاء الله من بعد أكل حلوة شهر القادة القادة شو هذا القادة يعني لما نقول قادة ما كان حتى شهر حتى شهر اللي ماتوا فيه القادة أكثر من مارس يعني كي تقول القادة القادة كي تقول بن مهيدي عميروش الحواس علي ملاح بن مهيدي مارس نقولوا ثاني الرائد سي الخضر بن بعطوش واسمو رضا حوحو مولود فرعون يعني صح كان عندها الرمزية تاع القادة تاع مش عارف ربما نختمو على كل حال إذا كش واحد عنده سؤال ولا لسي قاسمي للإخوة عندك سؤال تفضل خلي انا اسمع صحيت شكرا بسم الله الرحمن الرحيم مسيو عيسى قاسمي بونجور بونجور ا توت لا لوديتوار لا بريزون vous avez tout à l'heure invoqué énormément le problème de transmettre l'éveil de la mémoire, de remuer la mémoire, etc. Vous savez, je suis entièrement d'accord. Et personnellement, je fais tout ce qui est en mes capacités pour parvenir à ça. Mais aider les jeunes au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Bon, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non, la seule condition... Sinon, tout le reste, ce ne sera que du blablabla. C'est l'éveil de notre conscience. Toutes couches confondues, tout niveau d'instruction confondu, les deux sexes et tout âge confondu. Merci. شكرك انا لي معك بارك الله فيك واش في رانا في راسي تحت شيشيتك الشيشيه تاعك شابه وراسي تحت شيشيتك كيف كيف رانا نفكروا نفس التفكير سي ليفي سي ليفي باسكو ان رياليتي ce qui fait mal je pense à tous les gens de ma génération, c'est que la génération Lijayana, parfois, elle ne nous écoute pas. Mais, je vous assure que après le mois de novembre, la faculté de droit بعثوني المتحف المجاهد ودرت محاضرة حول أول نوفمبر ومعاني نوفمبر devant près de 250 étudiants de 4e année de la faculté de droit avec l'appréhension le sentiment que comment je vais faire باش نخلي هاد 250 شاب يسمعوني اشكو راح يسمعوني اشكو يفهموني je vous assure monsieur فكرني في الاسم تاعك اسماعيل je vous assure que je suis sorti de là-bas presque sous خرجت بواحد القوة جيتي دخت كيفاش كانت ليكوت كيفاش كان الاستماع وكيفاش كان الوعي
Et après, la, tout le monde est venu me voir, dit, mais d'où vous êtes sorti? J'étais juste à côté. Je me suis rendu compte qu'il y a un langage particulier qu'il faut parler avec ces jeunes. Moi, je ne leur ai pas dit « Ana Moudjahed, ou Ana Dert l'Hafs, ou Dert Kadha, ou Kunt Fulwilaya, ou Ana Dert Oula, ou Ana Al-Khatr al-Fadr Mta'at Tura Kam Liyarja'liya, Al-Khatr Ana Lukan Machanan, Touma Makoum Shahra » Tout ça, tout ça, c'est de la démagogie. En tous les cas, Houma, ils le comprennent comme étant de la démagogie. Donc, je crois que les jeunes générations, Mista'addin, Bachis Ma'ourisala, ويتحملوها بشرط يتكلموهم باللغه اللي يحبوها باللغه اللي يفهموها. بارك الله فيك سي عيسى قاسمي سي محمد سي العربي. السمانه الجايه نتلاقاو نهار الثلاثاء ان شاء الله الصباح ماشي على ماشي بلا اربعه. اوماج لي جورناليست تاع اللي توفاو في الفيتنام ربي يرحمهم. خليو 8 مايل للنساء الجزائريات يحتفلوا به. وبارك الله فيكم يعطيكم الصحه. بارك الله فيك سي محمد.